السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك سؤال جاءني من أخ يقول عراقي أتذكر، قال في حالة فوزي ماذا أفعل؟ يعني فوزي أو اختياره في القرعة الأمريكية ماذا يفعل؟ هل أذهب إلى السفارة أم ماذا؟ أخي أختي من يشاهد قناتي على اليوتيوب، هناك العديد من الفيديوهات التي وضحت فيها الخطوات، يعني مرحلة بمرحلة. فلنقل يعني وباختصار، فلنقل أنه بعد أسبوع من الآن تم اختيارك إن شاء الله في القرعة الأمريكية. ما هي المرحلة المقبلة؟ أولا إذا تم اختيارك فأول مرحلة تقوم بها هو الدخول على موقع استمارات TS-260، وسوف تجدون الروابط لجميع هذه الفيديوهات. موقع ملء استمارات TS-260، لأن هناك بعض إخواني يسألونني أين سوف أجد الموقع لملء الاستمارة TS-260، فجميع الفيديوهات وضعت فيها الرابط إلى الموقع الرسمي للاستمارة التابع لوزارة الخارجية ووزارة الهجرة الأمريكية. فكما قلت، أول مرحلة هي ملء استمارة TS-260. قبل ملئها يجب عليك أن تضع جميع الأوراق التي تريدها أمامك. أولا جواز سفر، ثانيا عنوان شخص في الولايات المتحدة الأمريكية، ثالثا تملأ الاستمارة التي هي على الأساس معلومات شخصية، معلومات عن عائلتك، معلومات عن دراستك، معلومات عن يعني الباك جراوند، الكريمنال باك جراوند، يعني مسارك الإجرامي أو شيء، هل دخلت إلى السجن، هل تم إلقاء القبض عليك من الشرطة، هذه الأمور كلها، هل أنت عضو في جماعة، هل أنت تنتمي إلى حزب، هذه الأشياء يجب عليكم الاحتياط عند الجواب عليها. هل سبق لك أن تم رفض أي تأشيرة لك؟ هناك بعض الإخوان يقدمون على تأشيرات للسياحة أو الدراسة ويتم رفضها. إذا طلب منك الجواب على هذه الأسئلة فيجب عليك الإجابة بنعم، لأن اسمك هو مخزن عندهم في يعني في السيستم. أوكي، يعني عندما تأتي مثلا القنصلية ويسألونك يوم المقابلة هل تم سبق لك أن رفضت لك تأشيرة لدخول سياحة دراسة لم شمل شيء من هذا قبل وقلت لا، سوف تقوم ضابطة أو ضابط الهجرة بجلب ورقة ويقول لك قدمت يوم كذا 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 سنة كذا كذا. آنذاك سوف تصدم وسوف تقع في مشكل، وهو ما يسمى بالفراز أو الغش، لأنك قمت بإخفاء شيء حقيقي في الاستمارة لم تذكره. لذلك أنصح حتى لو تم رفض أي تأشيرة مهما كان نوعها يجب ذكرها. عندك سابقة جنحية، جريمة، إلقاء القبض عليك، تم تبرئتك، شيء من هذا القبيل، اذكرها، لأنهم يقومون بفحص دقيق مع وزارة الداخلية في جميع الدول التي مسموح لها يعني مسموح لمواطنيها التقديم على القرعة الأمريكية. هم أي شيء يدققون فيه، خصوصا مع هذا الرئيس، يدققون في أي شيء ويريدون السبب لأي شيء. فلذلك لا تدع فرصة لأي شخص، أي شيء تخافون منه اذكره، أقولها بصراحة، لأن يوم المقابلة ليست لك أي فرصة أنك سوف تغير أو تشرح أو شيئا من هذا القبيل. مرة أخرى، عند ملء الاستماع تأكدوا من أن الأمور كلها صحيحة. هناك من يقطع في العناوين، هناك من يقطع في الأسماء، هناك من يكتب مدينته بحرف زائد، بحرف ناقص، شيئا من هذا القبيل. فلذلك اكتبوا معلوماتكم في ورقة منفصلة، وبعد ذلك قوموا بالطبع تايبين حتى تتأكدوا من الأمور كلها دقيقة. كل صفحة من قمتم بملئها تأكدوا من الأمور صحيحة. أوكي، وقوموا بنيكست، يعني الذهاب إلى الصفحة الموالية. إذا كنتم لم استم متمكنين من كتابة بالإنجليزية أو شيء من هذا القبيل، لأن غالبا TS-260 لن تكتبوا أي شيء، فهي معلومات شخصية فقط. أوكي، حاولوا أن من يساعدكم أن يكون متمكن، وأنكم تسألون على أي شيء يملأه، لأن هناك أخوات وإخوة يتصلون بي يقول لي أني لم أملأ استمارة TS-260، بل هناك شخص هو من ملأها وقام بعمل غلط وكذا وكذا. لذلك تأكدوا من هذه الأمور. العنوان لشخص في أمريكا عنوان مطلوب،
هناك حالة لا أفهمها ولا أعلم كيف الحل لها، وهي خاصة بالإخوان الجزائريين. الإخوان الجزائريين حسب علمي وحسب الجزائريين الذين أعرف هنا في أمريكا، كلهم يقول لي بأن الناس الذين يأتون عن طريق القرعة الأمريكية من الجزائر هم مطالبون بإيجاد الضامن. الضامن ليس هو عنوان، مثلا كالمغاربة، المغاربة مطالبين بجلب عنوان. أقول لحد الآن، أنا لا أتحدث في ماذا سيقع بعد أسبوعين من الآن، لأننا نعلم ربما تغيرت الأمور، ربما وقع شيء، ربما بقيت الأمور على حالها. لكن بالنسبة للجزائريين، أنتم مطالبون بالسبونسر. السبونسر هو شخص يقيم في أمريكا، يعطيكم عنوانه، يعطيكم يعني حسابه البنكي، دخل معلومات، أوراق، كأنه ضامن لكم، يعني هو من يقوم بضمانكم لدخول الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة لنا مثلا في المغرب لا يشترط لنا هذه الأمور، يشترط فقط عنوان شخص في أمريكا لكي تصل الجرين كارد هناك. أوكي، باختصار، بعد ملء استمارة 260 وإرسالها بتاتا يعني بصفة نهائية ونسخ الصفحة الأخيرة، تأكدوا من عمل برينت أو نسخ للصفحة الأخيرة بأنكم أرسلتم الاستمارة دي 260. احتفظوا بتلك الكابي، بتلك النسخة، أقول الصفحة الأخيرة وليست الاستمارة كلها، احتفظوا بها لأن تلك الورقة سوف تجلبونها معكم يوم المقابل. أوكي، الآن قمنا بإرسال الاستمارة، ما هي المرحلة الثانية؟ المرحلة الثانية الانتظار. أقولها مرة أخرى، الانتظار، لأن ليست هناك مرحلة أخرى. ترسل الاستمارة، تنتظر، تنتظر لماذا؟ تنتظر إلى أواخر السنة، أكتوبر، نوفمبر من هذه السنة، تبدأ القنصليات في إرسال والمنادات على الفائزين في القرعة للحضور إلى المقابلة. عندما تتوصل بالرسالة، كما قلت في الفيديو السابق، سوف تتوصل بالرسالة في الإيميل في بريدك الإلكتروني. سوف يخبرونك بجلب الوثائق، ما هي الوثائق التي يجب عليك أن تجلبها، وقد وضعت فيديوهات تتحدث على هذه الأمور. يجب عليك ترجمتها للغة الإنجليزية، أي وثيقة مترجمة للإنجليزية، تأتي بالأصلي وتأتي بالمترجم وتأتي بالنسخة، كن متأكدا من شيء. تأتي بالأصلي يعني شهادتك، مثلا أخذت من العراق شهادة، تأتي بالأصلي وتأتي بالكابي وتأتي بالمترجم بالنسخة الإنجليزية. هذه الأشياء كلها تجلبها يوم المقابلة. عليك القيام بالميديكال تيست أو الفحص الطبي. أوكي، الفحص الطبي يعني المرحلة إذا تمت منزل عليك ترجمة الوثائق، القيام بالفحص الطبي، الذهاب للقنصلية للمقابلة ودفع رسوم التأشيرة. رسوم التأشيرة تدفع يوم المقابلة، ليس بعد، ليس قبل. رسوم التأشيرة تدفع يوم المقابلة. أوكي، فباختصار هذه هي المراحل: الفوز في القرعة، إرسال ديس 260، الانتظار حسب رقمكم التسلسلي. هناك ناس عندهم 20,000، هناك ناس رقمهم 30,000، هناك ناس من يتم المنادة عليهم في أواخر السنة، هناك ناس من سوف يتم المنادة عليهم في شهر ماي مثل هذا الشهر السنة المقبلة، هناك ناس من يتم المنادة عليهم في أواخر يوليوز أو أوائل يونيو، على حسب رقمكم التسلسلي. لذلك أنصح أي أخ أو أخت أنهم إذا كانوا يدرسون أو كانوا ما زالوا يشتغلون، فليحتفظوا بدراستهم ويحتفظوا بمناصبهم لغاية حصولهم على تأشيرتهم، آنذاك يمكن ترك الدراسة أو يعني الاستقالة من أعمالكم. فهذه بعجالة يعني مراحل ما بعد الفوز في القرعة الأمريكية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.